السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم نوعات اخر عود. احنا فين؟ احنا في صوره ثلاثه سيد ميكي عندهم مصريين. هتركبي مترو من مصريين تنزلي محطه مترو من مصريين، تركبي عربيه تنزلي على بنك نصر الاجتماعي او تتمشيها وتسالي على مكتب بريد الجيزي في شارع بعديه، خشي فيه اسالي على بوكا وسيد، اسالي على بوكا واسالي على سيد. سيد اديني قفايه مش عارفه ليه ومسيد. وتعالوا شوفوا التشكيل النهارده بتاع الفسكوز والفسكوز البواقي اللي في الارض، والسواي نزل بالوان واشكال جديده، ونقول بسم الله. ابو 30 جنيه النهارده، اقسم بالله. اوه 45 ب 30 جنيه بس. ده ايه ده؟ فسكوز. فسكوز؟ طب ورينا طيب الاشكال بقى اللي عندك. الاشكال انا عجباني دي قوي. وفي اشكال خلصت كمان. عجباني دي قوي. لا استنى اوريكم البلوزه اللي اتعملت لي. بصوا البلوزه اهي بقى. ده شغلنا، بعرفكم شغلنا والله. بص شغلهم هي البلوزه القماشه من عندهم، لكن التفصيل بتاع مدام اماني اللي بناخد معاها الكورس. 30 فسكوز؟ 30 اهو. سايكو سايكو النهارده شعره اصفر، السوق الجاي هيبقى لونه اخضر. هو قال لي كده. لا مش اخضر. مش اخضر؟ لون ايه؟ فحلوقي. فحلوقي لون تاني اهو من الفسكوز. دي بقول لكم عجباني قوي، بس قطعنا الفيديو عشان اوريكم البلوزه اللي انا لابساها. في ناس كتير قوي، انا قلت لهم هوريكم البلوزه بس طلعت حلوه قوي. دي جميله، دي كنار من هنا وكنار من هنا. النهارده المتر عندهم بخمسه ايه؟ ب 30 جنيه. اي متر يا سيد ب 30؟ اي متر النهارده ب 30 جنيه. اي متر ب 30 جنيه. بصوا دي الازرق، دي منها كده مش مشي على اسود، دي ازرق. في لون بني على قفيه. في اللي انتوا شايفينه ده الزجزاج ده او خطوط. هي دي شكلها حلو برضه. دي جميله قوي بقى، نازل منها في كرداسه ادريستات، ونازل منها بلوزات جميله قوي في كرداسه ادريستات وعبايات نازل منها. ده قول لهم ده الترند، قول لهم ان ده الترند. ده الترند. بصي ده الترند، اقسم بالله ده الترند. ده الترند. الترند والله بتاع القماش ده. انت اللي ترند مش هم اللي ترند. ما تتكلمش عن الناس، اتكلم على الطبليه اللي فوق دي. يلا وريني اللي بعديه. اللي جه الوان النهارده. بص ده جميل قوي، ده جميل. الحاجه مستعد عامله عرض ينزل الارض ب 30 جنيه. ب 30 جنيه والله كان ب 35. السودا عاملاه ب 30 جنيه. بصوا عليها ايه؟ عليها ميكي. بصوا دي جميله برده قوي، اللي فيها منها لونين. دي المره اللي فاتت انا صورتها والله ب 35 جنيه، دلوقتي بقى ب 30. البوبلين ده البوبلين ده ب 20 جنيه المتر، انا جبت منه. اعمله شميزات اصلا. ب 65 جنيه. جميل قوي قوي قوي. استنوا ده كده الفسكوزه اوريكم بقيه التشكيل. بصوا بقيه التشكيل اهو بتاع ال استني بس عشان دي يا ام سيد، هي دي عرضها 150 ولا عرض؟ دي انا حاسه ان عرضها عريضه قوي عن 150. سيد عرضها قد ايه دي؟ عرضها 160. دي 160 الرسمه دي الوحيده اللي عرضها 160. اول ما شفتها لقيتها عريضه. دي جميله برده. دي كنارين اهي. ام يوسف بتفرجنا. ام يوسف في شغل الحمد لله على السلامه. عوده حميده. انا الست خلاص امتحاناته جايه معايا صحيح. جاي عندنا هنا ان شاء الله، احنا مستضيفينها يوم بحاله النهارده ان شاء الله. ربنا يديهم معروف ما بيننا. اللون ده جميل قوي، اكلها رنجه. خلاص بصي رايحه جنينه النهارده. دي جميله قوي. دي لا دي بصي بصي الرسمه دي هاديه وجميله قوي، ورسمه كده لا جميله ولونها قفيه. ما فيش لون تاني منها. بصوا الرسمه دي بقول لكم عرضها 160 سم. 160 سم. دي جميله، يتعمل اسدال او دريسات تحفه. في عندها الساده اهو. طبعا الفرشه كلها انتوا عارفينها، هي الفرشه كلها والناس كلها. وبسم الله ما شاء الله. الفسكوز هنا بكام يا سايكو؟ بكام؟ ب 20 جنيه المتر. اي حاجه ب 20 جنيه المتر. طب ما تفرق كده كام حته الناس تشوفها. اوعى تلبسوا. ما الست قبل كده لبستوا. بيتلبس ايه كده؟ يا راجل من ده الظهر مش الوش. ايوه كده. وتحط الراس في الفتحه دي. ده اصلا بتاع مصايف. بتاع مصايف. شغل شرم. طب يا سيد ما فيش الا ابيض بس من اللي انت وريتوني ده؟ لا الوان بس تيجي بدري. اجي بدري هتلاقي الوان، اللي هو وريها لكم دي المفتوحه من الرز دي، تيجي تلاقي الوان بس بدري. هي لوحديها كده ب 25 جنيه. حلو ده المصايف او
وتلبسها على بلوزه تبقى شيك قوي. هو عنده ابيض بس، ده كل ده قماش اهو المتر ب20. تعالي نشوف البوبلين عشان هو خامه تحفه. بوبلين اهو، وريني بقى البوبلين. يلا وريني. عايزه تعمل متر ب20 جنيه ورصيد ب20. ماشي يا عم. مين هتعمل بلوزه قميص ليلى ب 82 جنيه في المحلات؟ اه ده برده من ضمن ب20. ده من ضمن ب20، دي ما فيهاش غلطه. انا جايباها متطبعه من على الارض، ما فيهاش غلطه. كل ده ب20. اللهم بارك. دي قمصان بقى رجالي، دي عشان انا بقول دي بناتي. قالت لا دي تنفع قمصان رجالي. كل البوبلين اللي هنا ده المتر ب20 بس، اشكال على اشكال. بص الجمال ده، كنا بنحطه على الملايات زمان. دي كده ايه ده؟ زمان ده على ايام امي وامك بقى. ما هو التخريم ده والله العظيم كان على ملايه مامتي الله يمسها بالخير. بصوا جميله قوي. دي بقى ايه؟ شميزات وبلوزات. بس الخمجي برضو جميله، خمجي وما فيهاش غلطه، وهي اللي باقيه كده حلوه قوي. ثلاث ارباعه بيبقى ابيض في منقوش، ثلاث ارباعه ابيض في منقوش. في حاجات مختلفه بقى. بصوا الجمال ده ما فيهاش غلطه، اهي ما فيهاش غلطه. وموكا رملنا واحده كحل حلو برده. الخامه بتاعتها جميل، جميله. الشميزات دي معديه سعرها في المحلات. تيجي بقى وتنقي من هنا، دي ما فيهاش غلطه بصراحه، بس حتت صغيره وفي حتت كبيره. حتت صغيره وحتت كبيره. اي متر ب 10 ب 20 القط اهو. سواي حاجه ثانيه. وريني السواي اللي انتوا بتقولوا عليه دوت، لسه جاي جديد. ده ساده ولا منقوش؟ ساده ومنقوش. ده سواي قطن. في مطه. في مطه كمان؟ اه في مطه. ده دريلات. ايه ده؟ دريلات فساتين. ايه تاني؟ اي حاجه شغاله. اي حاجه شغاله. ده الساده بكام؟ ب40. ب40 جنيه الساده. والمنقوش ب40، بس خامته حلوه قوي. ده ما اقولش عليه سواي خالص، انا باخد فكره وحشه قوي عن سواي ان هو محبب كده ومش عارف. اه البيور بقى بكام المتر؟ ب30 جنيه. ب30 جنيه المتر؟ اه. وفي الفضل ايه بقى؟ ماشي فين؟ تمام. ب30 جنيه المتر، والسواي ب40 جنيه، الساده والمنقوش منه. ايه ده؟ ده في زون ده؟ ايه ده؟ ده في زون. ده في زون. الفيزون بكام؟ 25 جنيه. مفيش منه كحلي؟ من ايام كله قعد الفيزون ده. ده حلو قوي لو في منه كحلي. من 25 سنة كنا بنجيبه جيبات. وباجهات. وباجهات. يعني بتاع زمان. الفيزون بتاع زمان. محدش يعرفه ولا اللي عنده بادي زيي. أنا عندي بادي دلوقتي زيي. وجبات الساق. آه. والساق. احنا فاتحين الفرجه عمالين نتكلم عادي يعني. المنقوش السواي ده المنقوش أربعة. ده جميل قوي، الخامه بتاعته جميله. ده 40 برضو يا سايكو. اه يا بوكا بوكا. الله بصوا بقى الرسمه اللي كانت عجباني في الفسكوزه اهي، بس اللون ده تحفه. قطعوا منه ناس كتير قوي النهارده. ده المتر ب30 عنده مصيد النهارده بتضحي. المتر ب30 عرضه هنا وعرضه في العرض اهو. واجي الفرشه بتاعتها كلها والعنوان قلت لكم في اول الفيديو، هي قدام المدرسه بتاعت الشهيد محمد فريد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.